أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ندوات الموريتانية. مشاهدينا، على ضوء تخليد موريتانيا لليوم الإفريقي هذا العام تحت الشعار تعليم يتلائم مع القرن 21، قد ركز رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي على ضرورة العمل لتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية من أجل تحقيق تطلعات شعوب القارة في مجالات الأمن والتنمية، مضيفا أن الاحتفال بذكرى التأسيس المنظمة سيركز هذا العام على الشباب والتعليم، انطلاقا من أن الشباب هو ذروة ومستقبل القارة، والاستثمار في التعليم هو ضمان حصول كل شباب إفريقيا على المهارات والفرص اللازمة للمساهمة في تنمية قارته. للمزيد عن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نستضيف لكم كلا من السادة. بسم الله، علي أحمد صالح، وزير سابق، عضو المكتب التنفيذي لنادي نواكشوط الدبلوماسي، شكرا لكم على قبول الدعوة. وأيضا عدنان السالم الشيباني، السفير مدير الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني الخارج، شكرا لكم على قبول الدعوة. وكذلك محمد مصطفى جاكيتي، السفير مدير الاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني الخارج، شكرا لكم على قبول الدعوة. وكذلك محمود كان، موظف دولي سابق وعضو المكتب التنفيذي لنادي نواكشوط الدبلوماسي، شكرا لكم على قبول الدعوة. مشاهدينا، قبل الدخول في نقاشنا نتابع الورقة التمهيدية التالية التي أعدها زكريا محمد محمود. في الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد الإفريقي، جاء خطاب رئيس الجمهورية الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي تعبيرا عن تطلعات وطموحات دول وشعوب القارة. رئيس الجمهورية استعرض بالمناسبة العقبات التي تواجه الاتحاد الإفريقي في الذكرى 61 لتأسيسه، مجملا أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والتنموية التي تواجه القارة الغنية بمواردها الطبيعية والبشرية، سيما قضايا الشباب والتعليم التي تعتبر أهم تحدي يواجه القارة حاليا. وعلى الرغم من هذه النقاط المضيئة ومن بصيص الأمل هذا، ما زال هناك طريق طويل لنقطعه على طريق السيادة الكاملة والتنمية والسلم. وفي هذا العام يركز احتفالنا بشكل خاص على الشباب والتعليم، وهما موضوعان رئيسيان في أجندتنا لعام 2063. إن شبابنا هو ذروتنا الأعظم وهو مستقبل قارتنا. إن الاستثمار في التعليم يعني ضمان حصول كل شاب إفريقي على المهارات والفرص اللازمة للمساهمة في تنمية قارتنا. فعلينا أن نعزز أنظمتنا التعليمية ونشجع الابتكار والبحث ونخلق فرص العمل لشبابنا. وكجزء من أجندة 2063 يتم تحقيق رؤيتنا لإفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية من خلال مبادرات رئيسية مثل الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وهذه الرافعات ضرورية لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستديمة لشعوبنا الاتحاد الإفريقي في عام. الخطاب استعرض كذلك جملة من المكتسبات التي استطاعت دول الاتحاد تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، مذكرا بمستوى التعاون البناء الذي تم الوصول إليه في ظل رئاسة بلادنا الدورية للمنظمة، إذ كان لسياسة بلادنا الخارجية دور فاعل في مد جسور التواصل بين دول القارة، سبيلا لوضع رؤية استراتيجية شاملة تنهض بدول الاتحاد وتضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي سياسة لقيت إشادة واسعة وعززت حضور بلادنا إفريقيا وعربيا ودوليا. فما هي أصداء رئاسة بلادنا للاتحاد الإفريقي في ذكرى تأسيسه؟ وكيف أسهمت سياسة بلادنا الخارجية في تقريب المسافات وتوحيد الرؤى حول التحديات التي تواجه القارة؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا. لو بدنا معكم معالي الوزير الأسبق، بداية كيف ترى تاريخ إنشاء منظمة الاتحاد الإفريقي وما هي الدواعي آنذاك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم، ربنا أتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا، صدق الله العظيم. لا شك أننا نحتفل اليوم بعيد ميلاد الاتحاد الإفريقي وما يسمى سابقا منظمة الوحدة الإفريقية، وهو يوم عزيز علينا جميعا كأفارقة. في هذا اليوم نتذكر ما قام به الآباء المؤسسين الذين قاموا بجهود كبيرة من أجل رسم الطريق
والبحث عن هيئة أو جهاز يضمن التضامن والوحدة والتنمية وحل المشاكل داخل قارتنا الإفريقية. وبهذا فإننا نثمن جهودهم ونتذكرهم كثيرا لما بذلوه من جهد في هذا السبيل. ولا شك أن فخامة رئيس الجمهورية في خطابه اليوم البداية كانت حول التركيز على هذا الأساس، على الآباء المؤسسين وما بذلوه من جهود. وبالتالي فإن الاتحاد الإفريقي أو ما يسمى سابقا منظمة الوحدة الإفريقية تأسست 1963، وبلادنا كانت من الدول المؤسسة لهذا الاتحاد وهذه الهيئة المهمة. بعد ذلك سنة 2002 انتقلت منظمة الوحدة الإفريقية إلى ما يسمى بالاتحاد الإفريقي حاليا، ويهدف هذا الاتحاد إلى بناء قارة قادرة على حل مشاكلها، متضامنة متآخية، قادرة على رفع التحديات التي تواجه إفريقيا، التحديات الجمة المتعلقة بالتعليم، الفقر، الحوكمة، الحضور في المنابر الدولية للدفاع عن القضايا العادلة إلى آخر ذلك. وبالتالي سنعود لتلك النقاط بشكل مفصل مرحلة قادمة. صاحب سعادة، كيف ترى سر هذا التحول من الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي؟ ما هي دواعي ذلك؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكر قناة الموريتانية على تنظيم هذه الندوات الهامة التي تنظمها من حين لآخر في مختلف القضايا التي تمس الرأي العام الموريتاني بالدرجة الأولى. ثانيا نهنئ أنفسنا والشعوب الإفريقية عامة بحلول هذه الذكرى 61 لمنظمة الوحدة الإفريقية للاتحاد الإفريقي. بالعودة إلى تاريخ تأسيس الاتحاد الإفريقي، تاريخ تأسيس الاتحاد الإفريقي سنة 63 يمكن أن نذكر بأنه مر بثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى انطلقت من 63 إلى 2002، وهي مرحلة كان التركيز فيها أساسا على التخلص من الاستعمار وبناء الأوطان ومواكبة الدول التي لا تزال تحت الاستعمار، وبعض القضايا الكبيرة في القارة مثل التخلص من الاستعمار، التخلص من التمييز العنصري الذي كان في جنوب أفريقيا وفي غيرها من الدول، كذلك بناء دول إفريقية قوية قادرة على الصمود في مواجهة التحديات وترسيخ أقدامها على المستوى الدولي. المرحلة الثانية بدأت من 2002 تحديدا 9 يوليو سنة 2002 في دربن بجنوب أفريقيا، وهي مرحلة التحول إلى الاتحاد الإفريقي. وأيضا كانت هذه أيضا مرحلة هامة، واكبت مختلف القضايا على المستوى الإفريقي على المستوى الدولي، وأيضا كان لهذه المرحلة أيضا اهتمامها لكل مرحلة زمنية اهتمامها على الصعيد الإفريقي، على صعيد التنمية، على صعيد الاقتصاد، على صعيد التعليم والصحة وغيرها من القضايا التي تشغل بال الإنسان الإفريقي. المرحلة الثالثة أو ما يمكن الإطلاق عليه المرحلة الثالثة هي مرحلة إصلاحات الاتحاد الإفريقي من سنة 2017 إلى الآن. بدأت مرحلة ما يسمى بإعادة هيكلة الاتحاد الإفريقي لتضمن إنشاء آليات جديدة للتعاون ضمن منظومة الاتحاد الإفريقي، إعادة هياكل الاتحاد الإفريقي بشكل عام، خاصة مفوضية الاتحاد الإفريقي والمنظمات والمؤسسات التابعة لها، إصلاح المنظومة المالية للاتحاد الإفريقي، اعتماد الأفارقة في تسيير شؤونهم بأنفسهم خصوصا ما يتعلق بتسيير الاتحاد الإفريقي، واعتماد آليات جديدة منها منظمة المنظمة الحرة القارية في إفريقيا زيلكاف، اللي أيضا تمت في إطار الإصلاحات الجديدة ما يطلق عليه بإصلاحات الرئيس بول كاغامي. هذه المسيرة 61 عام شكلت من عمر الدول الإفريقية إلى حد الآن شكلت بشكل عام أهم محطات تاريخ إفريقيا التي تبدو الآن أكثر من أي وقت مضى دولا مستقرة لها صوت مسموع على المستوى الدولي، تخطو خطوات ثابتة وإذا نحو تحقيق الحلم الإفريقي المشترك الذي نشأت من أجله منظمة الوحدة الإفريقية.
هذه الأهداف السامية والنبيلة التي أطرقها الآباء والمؤسسون حينما أنشأوا ميثاق الاتحاد الأفريقي، كان على أساس أهداف نبيلة من الأخوة وحسن الجوار والتعامل بندية على المستوى العالمي. هذه الأهداف تحقق الكثير منها، ولا زالت القارة الأفريقية، لا زال الاتحاد الأفريقي ومنظماته العاملة بمختلف مجالاتها، ولا زالت الدول الإفريقية تسعى إلى ذلك الاندماج وذلك التكتل، وتلك الغايات والأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها وتخطو خطوات جديدة. وتبدأ إفريقيا الآن لها صوت مسموع على المستوى الدولي وعلى المستوى العالمي انطلاقا من هذه الأهداف والآليات، وسنتطرق لاحقا إلى جهود بلادنا في هذا المجال التي ترأست الاتحاد الإفريقي 3 مرات، 71 72 2014 و2024. جاكيت، على ذكر هذه الهيئات وهذه المنظمات المالية وهذه الإصلاحات، كيف ترى واقع الاتحاد الإفريقي اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الكريم. Tout d'abord, merci pour cette invitation qui nous a été adressée. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter, pour nous souhaiter une très belle fête de l'Afrique. Donc, pour compléter mes prédécesseurs, je voudrais tout simplement annoncer que ce 25 mai, nous célébrons 3 événements majeurs. D'abord, la création de l'Organisation de l'Unité africaine, son passage en 2002 à l'Union africaine. Et nous n'oublions pas également qu'en 2004, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a été créé en 2024. Donc ce 25 mai nous permet de nous rassembler autour de ces 3 thèmes-là. Et cela nous donne également l'occasion non seulement de saluer les pères fondateurs pour avoir eu cette idée, mais également nos dirigeants actuels, au premier chef duquel le président de la République, son Excellence M. Mohamedou Cheikh El Khazouani, qui a pris la tête de la présidence en exercice de l'Union africaine le 17 février dernier, pour le dynamisme que nous voulons donner à cette organisation continentale. Donc, pour compléter mon cher frère et ami M. Adnan Salim, depuis 2017, l'Union africaine a entamé une série de réformes. Une série de réformes parce que tout simplement, il fallait que nous nous interrogions, nous, Africains, sur ce que représente cette institution pour nous. Du début jusqu'en 2017, nous avons eu des défis. Donc il fallait se positionner. Est-ce que nous voulons aller dans ce chemin-là ? Ou tout simplement s'interroger sur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Donc c'est dans ce cadre que le processus de réforme a été instauré, comme l'a dit le collègue, initié par le président Paul Kagame. C'est un processus qui n'est pas encore terminé, donc nous ne pouvons pas jusqu'à présent l'évaluer en tant que tel. C'est un processus qui est en cours, et comme toute organisation, vous savez, les réformes sont rigides. Donc c'est très difficile de changer ce qui est en place. Donc nous sommes en cours et nous pensons qu'au cours de notre présidence en exercice, et cela fait partie de nos priorités, nous allons revenir là-dessus, que la Mauritanie en tout cas entend jouer ce rôle-là pour pouvoir améliorer le changement. محمود، كان ما السر من منظورك في هذا التحول من هذه التسميات، منظمة الوحدة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي، ما الذي أضافته هذه التسميات، وهل كانت هناك ضرورة لذلك من منظورك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة بمناسبة ذكرى 64 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، التي يعني أصبحت الاتحاد الإفريقي سنة 2002 كما قاله الزملاء قبلي. أود أن أقول قبل كل شيء أن يعني احتفال بذكرى عيد ميلاد، بذكرى تأسيس شيء أو استقلال دولة، مناسبة طيبة لتقييم المكتسبات، لتقييم النجاحات، لتقييم المسار بشكل عام، تقييم التحديات والإخفاقات. ولا بد يعني أن في هذا النطاق نشوف ما حصل منذ تأسيس
منظمة الوحدة الإفريقية إلى يومنا هذا. وكما قال زملاء قبلي ما شاء الله يعني كانت فيه نجاحات جيدة على مستوى القارة، نجاحات قبل كل شيء نجاحات. البداية أم هي هذه النجاحات؟ يعني من البداية، من البداية بشكل يعني تراكمي. أيوة يعني بشكل تراكمي، يعني النجاحات بدأت من يعني تصفية الاستعمار قبل كل شيء الحمد لله، وأصبحت القارة مستقلة حرة، وتصفية النظام تمييز عنصري في جنوب أفريقيا. وشوف التحول من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي تحول يعني مهم جدا. هي كانت فيه تحديات قبل تأسيس الاتحاد الإفريقي، وأصبح من الضروري من بداية 2000 سنوات 2000 يعني أن ننظر إلى تحديات جديدة، ننظر إلى العالم والتحديات الموجودة في العالم، ويعني ونعزز جهودنا لأجل التعاون فيما بين الدول الإفريقية، ونعزز جهودنا لكي نقوم بحلحلة الأزمات والنزاعات اللي موجودة على القارة، ونعزز جهودنا لأجل التكامل فيما بين الدول الإفريقية، لأن يعني دولة واحدة إفريقية ما تقدر يعني تقوم بعمل جيد، لابد تكون في تكامل من أجل التنمية على مستوى القارة. وهذا هو السبب الأساسي لتأسيس الاتحاد الإفريقي سنة 2002. وكما قلت يعني التحديات الجديدة موجودة، ولا بد نشوف اللي يحصل في العالم ونقوم بتمثيل القارة بصفة جيدة، ونكون على المستوى في ذلك التمثيل. والحمد لله يعني في تحديات كثيرة، فيها مشاكل حصلت، مشاكل غالبا مشاكل يعني تتعلق بالأزمات والنزاعات، ولا بد من حل هذه النزاعات، لأن التنمية لا يمكن أن تحصل بدون يعني مناخ سلمي ومناخ يعني يجعل القارة تمشي إلى الأمام في جو الوئام وفي جو السلام والسلم. ويعني هذا يعني غالبا هذا هو الجواب. يعني كان في مشاكل قبل سنوات 2000 خاصة، وأصبحت مشاكل جديدة من بداية سنوات 2000، وهذا يعني القارة فهمت هذا، ورؤساء القارة فهموا هذا، ولا بد من تحول، ولا بد من جهود جديدة لأجل يعني هذه المشاكل تحل بصفة جماعية وبصفة تعود منصفة وبصفة جيدة فيما بين الدول الإفريقية. عودة إليكم، كيف ترون أبرز الاهتمامات أو الأولويات للاتحاد الإفريقي اليوم، وما مستوى حضوره في الأزمات الداخلية أيضا في تسويتها اليوم؟ لا شك أن كما قلنا سابقا أن ميلاد الاتحاد الإفريقي والأهداف التي يهدف إليها هي حل النزاعات وإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة للقارة. وكما تعلمون قارتنا الإفريقية قارة فتية كانت ترضخ تحت الاستعمار وعانت من فترة طويلة من الاستعمار، ووجدت أمامها إشكاليات كبيرة تتعلق بالتعليم، تتعلق بالزراعة، تتعلق بالحوكمة، تتعلق بحقوق الإنسان، تتعلق حتى الحضور في المنابر الدولية، لأن القارة الإفريقية اليوم هي القارة الوحيدة الغير ممثلة في مجلس الأمن الدولي، بينما هذه القارة إذا نظرنا إلى إمكانياتها وإلى موقعها الجيوستراتيجي وإلى ما تسخر به من خيرات معدنية وغير ذلك وحضارية وثقافية، فإن كل هذا يؤهل إفريقيا
لأن تكون ممثلة وحاضرة في المنابر الدولية. وقبل ذلك أيضا سأعرج وأقول بأن الدبلوماسية الموريتانية في هذه الآونة الأخيرة كانت دبلوماسية ناجحة وماضية في الحضور والدفع بإفريقيا إلى أن تكون حاضرة في المنابر الدولية. وإذا نظرنا أو رجعنا إلى خطاب فخامة رئيس الجمهورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وما ركز عليه من إيجاد حلول مقبولة وعادلة في المجال المؤسسات المالية والقروض وغير ذلك، فإننا نجد بأن إفريقيا تواجه تحديات كثيرة. هذه التحديات أيضا هذا اليوم وجد الاتحاد، ماذا دل الاتحاد اليوم من هذه الإشكالات؟ طبعا هذا الاتحاد يخطو خطوات حديثة وجيدة، وبالتالي فإننا إذا نظرنا إلى الكثير من الأزمات التي وجدت فإن إفريقيا استطاعت بنفسها وبهيئات الاتحاد الإفريقي أن تحل مشاكل كثيرة وأن تتجاوز في بعض الأحيان أزمات كادت أن تقصف بدول إفريقية. ولا شك أن خطاب فخامة رئيس الجمهورية اليوم أيضا ذكر وركز، فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ غزواني ركز على أن التعليم والتحديات التشغيل الشباب والعناية بالشباب والعناية بالمرأة وإشراك الشباب في التحديات الموجودة وتحضيره لرفع التحديات المطروحة في مجال التنمية، في مجال الحوكمة، في مجال التضامن من أجل إفريقيا قوية وحاضرة، فإن هذا يدل على أن القارة الإفريقية مطلوبة اليوم خاصة الاتحاد الإفريقي في كل نواحي الحياة أن تلعب الدور المنوط بها، وخاصة هذه التحديات كما ركزنا وقلنا تحديات في الفقر، تحديات الاستقرار السياسي، الأمن، وكما قال رئيس الجمهورية اليوم أيضا فإن التنمية مرتبطة بالاستقرار السياسي. ولا شك أن أكبر تحدي اليوم تواجه إفريقيا هو الاستقرار السياسي والأمن والسلم، وهذه الأمور تحتاج إلى تكاثف الجهود وإلى التضامن من أجل أن تخطو إفريقيا خطوات في سبيل التنمية الشاملة وفي سبيل إفريقيا خالية وسليمة من النزاعات والحروب والنعرات والإشكاليات المتعلقة بالأمن والاستقرار. وكما تعلمون فإن بلادنا اليوم وهي تترأس الاتحاد الإفريقي تلعب دورا هاما في هذا المجال من أجل أن ننشر ثقافة السلم والأمن وحل الإشكاليات بالطرق الدبلوماسية التي تضمن الحلول السليمة بعيدا عن الصراعات والنزاعات، وبالتالي أن نواجه مصيرنا بأنفسنا وأن نجلس على الطاولة من أجل حل مشاكلنا بأنفسنا، ونحن الأجدر بذلك والأدرى بما نعانيه. وبالتالي فإننا اليوم مطالبون بأن نتجه إلى حلول منطلقة من غارتنا ومن هيئاتنا، خاصة هيئة الاتحاد، هيكلة الاتحاد الإفريقي التي تعتبر منظمة جامعة ومنظمة هادفة إلى خلق التضامن والتآخي والاستقرار الذي من خلاله يمكن أن نلعب الدور المنوط وأن نستفيد من خيراتنا وأن نخلق التنمية اللازمة التي في الحقيقة تواجه بلداننا اليوم. جميل. عدنان، كيف ترى تحقيق مستوى الاندماج المطلوب بين
أعضاء الاتحاد الإفريقي، وأيضا تسوية قضايا في مجال الأمن والحركات النزاعات المسلحة وغير ذلك حتى اليوم عبر تاريخه من 2002 إلى اليوم. طيب، لذكرى 61 للاتحاد الإفريقي، ذكرى 25 من مايو سنة من كل سنتين ذكرى للتجديد، للوقوف على ماذا تحقق، ما هي أهم الإنجازات، ما هي أهم المكاسب، وما هي أهم التحديات. بطبيعة الحال هناك تحديات كبيرة جدا، خصوصا عودة إلى سؤالك، خصوصا ما يتعلق بقضايا الأمن والسلم والاستقرار داخل القارة الإفريقية. وقد بذل الاتحاد الإفريقي منذ تحوله إلى الاتحاد الإفريقي، وحتى منذ أن كان منظمة الوحدة الإفريقية والإصلاحات الجديدة، كلها تحاول نزع فتيل الأزمات على المستوى الإفريقي. هنا بذلت جهود كثيرة سنتعرض لبعضها. أولا كما أشار سعد سيفير جاكتي، سنة 2004 تم إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وهو مجلس يختص بكل قضايا السلم والأمن داخل القارة، وتتبع له هيئات متعددة من القوى الإفريقية الجاهزة، ومنها أيضا مجموعة من الآليات لتضمن السلم والأمن داخل القارة الإفريقية. حول هذا المجلس منذ إنشائه اعتمادا على مجموعة من المعطيات، لعل أهمها إيجاد حلول إفريقية للأزمات الإفريقية، معناها أن يتم معالجة القضايا والنزاعات الإفريقية داخل البيت الإفريقي بالاعتماد على الأفارقة أنفسهم وبعيدا عن أي تدخل خارجي. ثانيا أيضا قضايا السلم، قضايا التدخل، لا توجد أي أزمة نشبت في أي ركن من أركان الاتحاد الإفريقي إلا وأوفد الاتحاد الإفريقي مبعوث إلى هذه الأزمة أو تلك. عندما تعلق الأمر بأي نزاع بين الاتحاد الإفريقي، يبادر إلى اجتماع مجلس السلم والأمن، يكلف مجموعة من الدول، وبلادنا ترأست وتترأس كثيرا من هذه اللجان لدراسة هذه القضايا، لحل هذه النزاعات، ويقوم بوساطات متعددة، يقوم بإيفاد مبعوثين أو مبعوث لأي أزمة معينة، سواء تعلق الأمر بدبلوماسي إفريقي مشهور أو رئيس سابق كما هو الأمر في حالة رئيس النيجيري السابق أوليسيغون أوباسانجو، أو رئيس المالي السابق ألفا عمار كوناري، أو غيره من الرؤساء، يفيدهم إلى هذه الدول، يفيدهم إلى هذه الأزمات، يتوسط في مختلف النزاعات من أجل التوصل إلى حلول إفريقية للأزمات الإفريقية. أيضا هناك ما يسمى بالدبلوماسية الوقائية داخل الاتحاد الإفريقي. الدبلوماسية الوقائية توقع الأزمات قبل حدوثها، ونظام الإنذار المبكر لدى الاتحاد الإفريقي سيتيشن روم مشهورة في قضية توقع الأزمات، أماكن التوتر وبؤر النزاعات والتوترات التي قد تنجم عنها أزمات متطورة داخل القارة. أيضا مساهمة المجتمعات المحلية، خصوصا دور المرأة وغيرها من المجتمعات المحلية في ما بعد النزاع وإعادة إعمار ما بعد النزاع، وتشجيع المجتمعات المحلية على عقد دورات المفاوضات والحوار كأساليب حقيقية للانسجام داخل القارة الإفريقية، لإبعاد التوترات داخل القارة الإفريقية، سواء تعلق الأمر بالتوترات الإثنية أو الطائفية أو العرقية أو الدينية أو غيرها، للعودة للانسجام والتوازن داخل كل دولة. بالتالي الاتحاد الإفريقي يبذل جهود متعددة في هذا المجال. ربما يقودنا السؤال، ما هي أوراق الضغط التي يمتلك الاتحاد الإفريقي لتسوية المشاكل بعيدا عن الخصوصية والسيادة الوطنية؟ هو الاتحاد الإفريقي يقوم على 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 مبادئ أساسية، من بين هذه المبادئ عدم تدخل الشؤون الداخلية لجميع الدول، ولكن أيضا يقوم على فكرة التضامن الأساسية التي بموجبها أيضا يحاول حل الأزمات داخل القارة الإفريقية، لأنه كما تعلمون الأزمات تنتقل حتى عن طريق بالعدوى كما يقال. بالتالي فالاتحاد الإفريقي، منظومة الاتحاد الإفريقي بشكل عام، وحتى هيئاته المتخصصة أو منظماته الفرعية، هناك منظمات تابعة للاتحاد الإفريقي، هذه المنظمات كلها تسعى إلى نزع أي توتر، فتيل أي توتر ينشأ في القارة الإفريقية، حتى لا يستفحل هذا النزاع، حتى لا يتحول إلى حرب لا سمح الله، حتى لا يتحول إلى نزاع بين دولتين، سواء تعلق الأمر إذا كان الأمر يتعلق بنزاع داخلي داخل دولة أو نزاع بين دولتين. فقلت لك يعتمد هذه الآليات، أولا عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ثانيا حل النزاعات الإفريقية بطرق سلمية، بدءا بالمفاوضات، انتهاء بالمساعي الحميدة والوساطة وغيرها من الآليات التي يفعلها الاتحاد الإفريقي، وكثيرا ما أثمرت، كثيرا ما أثمرت، جمع الأفارقة، الإنصات لصوت إفريقيا، للحكمة الإفريقية الخالدة، لتلبية صوت النداء والضمير الإفريقي الموحد، لأنه احنا كأفارقة يجمعنا الكثير من المشتركات.
يجمعنا الحيز الجغرافي، يجمعنا العرقي، يجمعنا التضامن الإفريقي المشترك، يجمعنا المصير المشترك، تجمعنا الوحدة المتكاملة، ويجمعنا أيضا العيش داخل قارة واحدة، لأنه نحن عندنا نفس الامتياز التميز الجغرافي داخل هذه القارة. بالتالي كما أنه المشتركات كثيرة أيضا المصالح مشتركة كثيرة جدا، وبالتالي فالأفارقة عندما ينشب أي نزاع معين يجتمع الاتحاد الإفريقي، يجتمع رؤساء الدول، وقد تعقد قمم لأن هي أكبر مستوى لصناعة القرار في الاتحاد الإفريقي، تجتمع قيمة طارئة لبحث هذه المشكلة أو ذاك، لحل هذا النزاع أو ذاك، للتدخل في هذه القضية أو تلك، لإصلاح ذات البين بين الدول، وبالتالي كثيرا ما نجح الاتحاد الإفريقي في بعض هذه الأزمات. على ذلك طبعا فيه مؤثرة كثيرة ومتنوعة جدا، الأزمة في الصومال الآن يوجد قوات إفريقية داخل الصومال، الأزمة في السودان حاول الاتحاد الإفريقي مرات ومرات حل هذه الأزمة أو فدى إليها مبعوثين متعددين، تدخل في أزمة ليبيا وحاول ولا زال يحاول إلى حد الآن نزع فتيل هذه الأزمة، تدخل الأزمة في كوت ديفوار، تدخل في الأزمات في 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 ليبيريا وفي غيرها من الأزمات. أيضا يلجأ الاتحاد الإفريقي أحيانا أيضا إلى تفعيل آليات التعاون الدولي عن طريق الأمم المتحدة أيضا والاشتراك معها، كل هذه الآليات يفعلها الاتحاد الإفريقي من نزل نزع فتيل هذه التوترات والأزمات، لأنه كما أشار سعادة السفير محمود وسعادة أصحاب السعادة قبلي، هذا الاستقرار هو الضمان الأساسي للبناء. إذا لم يكن هناك استقرار سياسي، إذا لم تكن هناك وحدة داخلية داخل كل دولة وانسجام، لا يمكن أبدا الحديث عن بناء، لا يمكن الحديث عن استقرار عن تطور، ولا يمكن الحديث عن تحقيق الآمال والمشتركات والطموحات التي يسعى إليها الأفارقة تلبية للنداء الضمير التاريخي المتمثل في أهداف ومرامي ميثاق الاتحاد الإفريقي. بالتالي سعى الاتحاد الإفريقي منذ تأسيسه إلى تحقيق الاندماج في كل هذه القضايا. أيضا هناك قضايا الأمن، قضايا الاستقرار السياسي، قضايا التنمية باعتبار أن التنمية أيضا إذا كانت هنا تنعم بالتنمية والاستقرار فإن إفريقيا ستتقدم ستتطور، وإفريقيا قادرة على ذلك، قادرة على ذلك لأنها تمتلك موارد هائلة جدا، سواء تعلق الأمر بموارد معدنية، موارد مادية، وموارد بشرية، وبشرية هائلة جدا وتتبوأ مكانة هامة على الصعيد العالمي. لذلك القارة الإفريقية أيضا تلاحظ هذا التنافس العالمي على إفريقيا لأن لها مكانة هامة على الصعيد الدولي وعليها أن تستغل ذلك. عليها أن تستغل أحسن. جميل. عودة إليكم جاكيتي، هذا العام حددتم شعار تعليم يتلائم مع القرن 21، ما هي الملاحظات على التعليم الإفريقي من منظوركم؟ شكرا. En février 2024, le thème de l'éducation a été retenu par les chefs d'État et de gouvernement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque année, c'est une thématique qui est choisie pour qu'elle soit célébrée au niveau continental. Par exemple, l'année dernière, nous avions le thème de la zone de libre-échange continentale. Donc, pour revenir au thème de cette année, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons une population africaine très jeune. Nous avons au moins 60% de la population totale africaine qui a moins de 25 ans. Donc, cette jeunesse, elle a besoin de repères. Et ces repères, d'abord, la base, c'est l'éducation. L'éducation élémentaire, l'éducation au fondamental, l'éducation universitaire, l'éducation, comment dirais-je, professionnelle. Mm-hmm. Donc l'Afrique a des atouts. Mm-hmm. Ces atouts sont sa jeunesse particulièrement. Donc cette jeunesse, il faut qu'elle soit formée. Il faut qu'elle soit capable d'assumer les futures responsabilités qui lui incombent. Donc nous sommes partis de ce postulat et je veux dire que les chefs d'État et de gouvernement ont tardé كثيرًا خاصة أن التعليم من البدايات والمسلمات. لا لم تأخرنا. Vous savez 61 ans de l'âge des pays c'est très minime quand on le compare à l'âge des personnes. 61 ans par rapport à l'âge d'un pays c'est très minime et nous nous rappelons qu'en 1960 nos pays aspiraient déjà à la liberté. Nous avons eu cette liberté. Nous aspirons maintenant au développement. Le développement a des principes fondamentaux. Donc pour que l'on puisse se développer, nous avons parlé à l'âne du silm ou l'im ou l'âme, de kalamna haoul tahadiyat, ou l'akin l'éducation, le ta'alim et le développement sont des principes essentiels. Donc pour qu'on puisse avoir la paix, il faut qu'on ait une population qui soit éduquée. Pour qu'on puisse avoir le développement, il faut qu'on ait une population qui soit éduquée. Donc cette année, je pense que quand on regarde le cheminement de 1963 à aujourd'hui, le fait d'avoir choisi le thème de l'éducation est un thème central parce que tout simplement,
nous allons le transposer au niveau national. Aujourd'hui, nous, en Mauritanie, nous avons cette école qu'on appelle l'école républicaine. Ça veut dire tout simplement que nous allons étape par étape, et nous essayons de regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment nous allons aller vers de l'avant. Donc, au niveau continental, quand on regarde le pourcentage de l'éducation des enfants africains éduqués, il ne dépasse pas les 40%. Donc, c'est un défi majeur pour nos États. Donc, il faut falloir outiller ces enfants-là, les former, leur permettre d'avoir un enseignement de qualité sur tout ça. Ce n'est pas seulement enseigner, mais leur offrir un enseignement de qualité. Et il faut comprendre aussi que les années changent, les méthodes d'enseignement changent. Donc aujourd'hui, on met plus l'accent sur la formation professionnelle. Nous avons les nouvelles technologies. C'est des principes qui n'existaient pas il y a de cela peut-être 10, 15 ans. Donc nous devons d'aller en phase actuellement avec le monde. Donc, voilà. عودة إليكم محمود. كان يقول بأنها قارة إفريقية شابة، نسبة 60% من الشباب أعمارهم أقل من 25 سنة. هذا هو السر وراء الرجوع أيضا إلى التعليم وأهمية التعليم، ولكن بجودة عالية جدا. وكيف يمكن أن نحقق هذا الهدف وهذا المسعى هذا العام؟ تعليم يتلائم مع القرن 21 بشكل موحد على قارة كبيرة كاتحاد الإفريقي. أود أن أعلق قليلا قبل الجواب عن هذا السؤال على ما قاله. تسببون على السؤال وتعودوا ترجعوا للتعقيد. أي والله. شوف، قضية يعني مسألة التعليم والتهذيب على مستوى القارة، على مستوى دولنا كلها، يعني مسألة مهمة جدا. يعني مستقبل الدول مستقبل شبابها، ولذلك لا بد من جهود جبارة، ولا بد من تنسيق الجهود فيما بين الدول على مستوى الدول قبل كل شيء، وعلى مستوى التنسيق فيما بين الدول الإفريقية الثنائي ومتعددة الأطراف. هذا تحدي كبير. يعني نسبة الشباب في إفريقيا تزداد يوما بعد يوم، لله الحمد، ولكن لا بد من جهود يعني يعني تعليم هذا تمدرس هذا الشباب لأجل يعني خلق مناخ للتعليم المناسب لأولادنا، من أجل خلق مناخ إن شاء الله لأولادنا يعني يتعداوا المرحلة الابتدائية والثانوية ويمشي للجامعة ويكون عندهم فرص عمل، ونخلق فرص عمل لشبابنا. وهذا تحدي كبير. لا يعني خلينا نشوفه بس اللي حاصل الآن، يعني هذه الهجرة السرية يعني الشباب هو اللي يهجر إلى أوروبا وإلى أمريكا، ولا بد من يعني نتعامل سياسات توطين لابد نتعامل مع يعني المسائل اللي تتعلق بالشباب. يعني من سن 5-6 سنوات الى الجامعه، وللاسف الشديد يعني نلاحظ على مستوى دولنا ان فيه تراجع في مستوى التعليم والتمدرس. يعني الجودة يعني الآن يعني أقل من جودة التعليم في زمننا إحنا لما كنا في الابتداعية والثانوية والجامعة. ويعني وهذه كل جيل يعني يقول كل جيل نفس الشيء. وهذه مسألة يعني عامة، يعني ليست فقط على مستوى دولة واحدة أو بلاد واحدة، على مستوى الدول يعني. وهذا يلاحظ على مستوى الدول الإفريقية. لا بد من تنسيق الجهود، ولا بد من رؤية على مستوى دولنا. ونحن الحمد لله موريتانيا يعني فهمنا هذه المسألة، فهمنا أن هذا تحدي كبير ولا بد من التعامل معه لإيجاد الحلول المناسبة. وعلى مستوى القارة يعني الموضوع ده للتعليم والتهذيب، وموضوع الاتحاد الأفريقي هذه السنة،
ولابد اليوم يعني تكلمنا عن هذا الموضوع على مستوى الأكاديمية الدبلوماسية. يعني ليس من الممكن أن تقوم دولة واحدة لحل هذه المشكلة بدون تنسيق مع الدول الأخرى، وإن شاء الله عندنا في آليات على مستوى الاتحاد الإفريقي، وفي تعاون مع منظمات دولية مسؤولة عن هذا كيونسكو كأليسكو، ولا بد يعني يكون في رؤية شاملة وتنسيق فيما بين الدول وفيما بين يعني موريتانيا على مستوى يعني وزارة التهذيب الوطني مع الوزارات الأخرى على مستوى القارة، وعلى وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المسؤولة عن هذه اللي عندها إمكانات، عندها إمكانات لدعم هذه الجهود، ولكن لا بد أن الجهود تبدأ من داخل بلداننا وتكون في سياسة ملائمة وناجعة لأجل حل هذه المشاكل اللي هي مهمة جدا. عودة إليكم، كيف يمكن أن نعزز التعاون الإفريقي بين الشركاء اليوم؟ على كل حال، تعزيز التعاون والشراكة بين إفريقيا وداخل القارة الإفريقية هو مبدأ أساسي يجب أن يعتمد، لأنه هو الذي يضمن بأن تتحول إفريقيا إلى قارة قادرة على حل مشاكلها. وكلما كانت طريق التضامن والتآخي وحل المشاكل بالطرق السلمية هي المتبعة، كلما ازداد في الحقيقة ثقة الأفارقة في الاتحاد الإفريقي وفي المؤسسات الموكل إليها بحل الأزمات. وبالتالي فإن هذا التضامن هو أساس في بناء الشراكة القوية التي ستجعل من إفريقيا قارة قادرة على أن تخطو خطوات أكيدة في مجال التنمية وفي مجال الحضور الدولي وفي مجال أيضا حل الأزمات التي تظهر من حين إلى آخر. مع أنها مؤخرا أول مرة تعود في مجموعة العشرين. طبعا بعد رئاسة موريتانيا الاتحاد الإفريقي. طبعا، لأن كما قلت في البداية أن الدبلوماسية الموريتانية في هذه السنوات الأخيرة لعبت دورا مهما، وكما أكدت أيضا أن فخامة رئيس الجمهورية في خطابه في الأمم المتحدة ركز وأكد على حضور إفريقيا وعلى أن شركائنا على المستوى الدولي لابد أن يوضع لإفريقيا المكان المناسب بها. لكن هذا أيضا يترتب عليه أننا كأفارقة نقوم بعمل هام في مجال التضامن وحل مشاكلنا بأنفسنا، لأننا إذا نظرنا إلى حولنا نجد أن دول في العالم اليوم بالأمس كانت في نفس المستوى الاقتصادي من التنمية معنا، اليوم أصبحت قوة اقتصادية عالمية. ولا شك أن هذا الحضور في المنابر الدولية والشراكة مع الآخرين يترتب عليه بناء اقتصاديات قوية وبناء تنمية مستديمة وتحضير شبابنا لأيضا يواصل هذا المشوار الذي على أساسه تأسس الاتحاد الإفريقي، حتى يسمع صوت إفريقيا وحتى تكون إفريقيا في المكان التي يناسبها من حيث الحجم ومن حيث الخيارات ومن حيث الحجم الديمغرافي وحتى من حيث الموقع الجيوستراتيجي. نحن نفتح على المحيطات كلها، نحن وسط العالم، نحن قارة غنية بالخيرات المعدنية والبشرية وكذلك المياه. وعلينا أيضا أن نتوجه كما قال فخامة رئيس الجمهورية اليوم إلى مجال الزراعة، لأن لا حرية لشعب يأكل من وراء حدوده. علينا أن نهتم بما
ننتج لكي نستطيع أن نستقل، ولكي يكون قرار الأفارقة بأيديهم لا بد أن ننتج ما نستعمل سواء كان في مجال الزراعة أو في مجال الصناعات التحويلية. علينا أيضا أن نركز على أن الخيرات المعدنية الموجودة بإفريقيا لا يمكن أن تخلق قيمة إضافية بدون أن تتحول هذه الخيرات وأن نعمل على تحويلها إلى صناعات تحويلية تخلق التشغيل، تخلق الثروة، تخلق الإنتاج، وبالتالي نستطيع أن نكون حاضرين في الأسواق الدولية وأن تكون خيراتنا بأيدينا. وبالتالي فإن الشراكة تتطلب تكافؤ، وهذا التكافؤ مطلوب من إفريقيا أن تبذل جهود أكثر لكي تأخذ مكانتها ولكي تكون هذه الشراكة شراكة على كل حال قوية في المجتمع الدولي ومع الشركاء سواء كانوا في القارات المختلفة إلى آخر ذلك. جميل. عودة إليكم صاحب سعادة، حدثنا عن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 خاصة في مجالات التعليم والشباب وخلق فرص عمل للمستقبل، الشباب الذي يعتبر هو المستقبل وحامل المشعل غدا. سؤال مهم جدا. أثناء الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس الاتحاد الإفريقي سنة 2013 أطلق الاتحاد الإفريقي أجندة التنمية ل 2063، بمعنى أجندة تنمية الاتحاد الإفريقي بعد مرور 100 سنة على تأسيس الاتحاد الإفريقي أي في سنة 2063. هذه الأجندة كانت أجندة شاملة، شملت مختلف المجالات، مختلف القضايا، مختلف الاهتمامات داخل الاتحاد الإفريقي على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على مستوى الزراعة، على مستوى السلم والأمن، على مستوى الشباب والمرأة، على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، جميع المجالات. وضع الاتحاد الإفريقي تصورات لهذه، يمكن أن نطلق عليه برنامج عمل للاتحاد الإفريقي خلال 50 سنة المقبلة انطلاقا من سنة 2013 إلى سنة 2063. 50 سنة الخمسينية المقبلة للاتحاد الإفريقي. الآن الاتحاد الإفريقي يشتغل على هذه الأجندة، مختلف القمم، مختلف الاجتماعات، مختلف التوجهات، مختلف البرامج والسياسات. الاتحاد الإفريقي اليوم تنطلق من أجندة 2063، تنطلق من هذه البرامج كلها، إن على المستوى الوطني، الصعيد الوطني لمختلف الدول، أو على الصعيد القاري لهذه الدول، أو على صعيد الشراكات داخل الاتحاد الإفريقي مع الدول الأخرى، ينطلق من هذه المخرجات. هي أجندة 2063 برنامج عمل الاتحاد الإفريقي لمدة 50 سنة المقبلة التي مضى عليها الآن على الأقل 11 سنة منذ إطلاق هذه الأجندة سنة. ولذلك خطاب خانة رئيس الجمهورية الأخير في 17 فبراير 2024 خلال ترأسه للاتحاد الإفريقي خلال القمة 37 للاتحاد الإفريقي ذكر بأنه بعد مضي 10 سنوات على إطلاق أجندة التنمية 2063 يجب أن نستلهم وأن نقف وقفة تأمل ما الذي تحقق خلال 10 سنوات الماضية من خلال هذه الأجندة، وما الذي نسعى إلى تحقيقه خلال هذه الأجندة. هي أجندة كما أشرت لك تشتمل على مختلف المجالات، مختلف التصورات، إيجاد حلول لكافة القضايا. وبالتالي يتتبع الاتحاد الإفريقي سنة بعد سنة، برنامجا بعد برنامج، مختلف هذه الأجندة على كافة المستويات، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وبيئيا، وهي التحديات البيئية الكبيرة، مختلف التحديات المطروحة على الاتحاد الإفريقي. كيف تتم متابعة هذه الأجندة؟ هي 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 أجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063 كما قلت لك هي برنامج عمل، يعني هذا البرنامج سنوي، فيه برامج على مستوى 5 سنوات وكل 10 سنوات وهكذا. وكل الاجتماعات، كل البرامج، كل السياسات، كل الميزانيات الاتحاد الإفريقي وكل الاجتماعات تبلور على هذا الأساس. معناها احنا عندنا مثلا طموح في مجال، وكما أشار سعادة سيفر جاكيتين الاتحاد الإفريقي على ذكر هذه السنة موضوع العام، موضوع العام 2024 من أجل التعليم الإفريقي يواكب القرن 21، كل سنة الاتحاد الإفريقي يطلق ما يسمى بموضوع السنة انطلاقا من أجندة التنمية 2063. سنة 2020 كان موضوع العام هو إسكات البنادق في إفريقيا، معناها من أجل تحقيق السلم والأمن داخل الاتحاد الإفريقي. 2019 كان عام اللاجئين والنازحين داخلين في إفريقيا. بعد ذلك كان موضوع العام هو موضوع المرأة. كل هذه الأجندة يخصص لها الاتحاد الإفريقي عام. هذه السنة يخصص الاتحاد الإفريقي العام للتعليم، والتعليم أحد الركائز الأساسية للاتحاد الإفريقي. لذلك
فإن الاتحاد الإفريقي سواء تعلق الأمر بالتحديات المطروحة، تحديات على المستوى السلم والأمن، قضايا الهجرة واللاجئين، قضايا التعليم والصحة، قضايا التغذية والجوع وغيرها، الفقر، قضايا المناخ والبيئة. لا تختفي هذه المصطلحات عن الاتحاد الإفريقي، الفقر، الهجرة، جريمة، الحركات المسلحة، التمرد، من منظوركم؟ هو هي تحديات عالميه مطروحه لجميع مختلف دول العالم، لا تظن فقط انه الفقر ظاهره في افريقيا، الفقر ظاهره عالميه وظاهره، لكن التسويق والاعلام يركز على ان الفقر في موجود على كل حال في افريقيا، موجود في مختلف دول العالم، موجود في حتى اغنى دول العالم، لانه ايضا ظاهره اجتماعيه، ولكن هناك جهود كثيره وحديثه من اجل القضاء عليه عن طريق دعم الزراعه كما اشرف خامس رئيس الجمهوريه بخطابه، عن طريق دعم التعليم كما اشار، لانه التعليم ركيزه اساسيه من اجل القضاء على الفقر، لانه عندما تكون شباب في تعليم جيد بمخرجات جيده يتلائم مع سوق العمل، عندما توفر فرص عمل كبيره للشباب، عندما توفر تكوين مهني لائق للشباب، انت بهذا تقضي على الفقر. ايضا عندما تعزز منظومه الزراعه داخل الاتحاد الافريقي، لانه ايضا نلاحظ انه رغم هذا اشرف خامس رئيس الجمهوريه في خطابه الاخير امام الدوره السابعه للاتحاد 30 للاتحاد الافريقي، انه رغم اننا نمتلك تقريبا ثلث إمكانيات العالم على مستوى الزراعة، لا نزال نستورد أغلب احتياجاتنا الزراعية، رغم أننا نمتلك الأراضي الزراعية الخصبة، ونمتلك اليد العاملة القوية، نمتلك مناخ جيد جدا، مستوى هطول الأمطار داخل القارة الإفريقية من أكبر مستويات على مستوى العالم، مستوى المياه كبيرة، المصادر البشرية كبيرة، المهندسين الزراعيين وغيرهم، إلا أنه للأسف الشديد نلاحظ أنه لا يزال المجال شوط كبير أمامنا، قطعت برامج، قطعت أشواط كبيرة في هذا الاتجاه، رصدت ميزانيات كبيرة في هذا الاتجاه من أجل القضاء على الفقر، هناك تصورات ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي الشاملة، كما قلت لك هو برنامج عمل لمدة 50 سنة، يعني شامل يجمع جميع المستويات اقتصاديا سياسيا ثقافيا، على المستوى الاجتماعي على المستوى الثقافي على المستوى الاقتصادي، وكل هذه الآليات تتطور سنة بعد سنة، في كل سنة يطرح الاتحاد الإفريقي موضوع للعام يركز خلال هذا العام على هذا الموضوع، تتخذ بلادنا ستتخذ هذه السنة مبادرات ما يتعلق بالتعليم، اجتماعات ستحضر مختلف هذه الاجتماعات، وقد نعود لاحقا عندما نتطرق إلى رئاسة موريتانيا الاتحاد الإفريقي لمختلف هذه القضايا. إذا الاتحاد الإفريقي يسعى بخطى حديثة عن طريق برنامج أجندة التنمية ل 2063 من أجل تحقيق هذه الأهداف، من أجل تلبية طموحات الشعوب الإفريقية في الأمن والاستقرار والسلمي والازدهار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم جيد وصحة جيدة، ومن أجل الوصول إلى جودة الحياة، وكذلك التحديات البيئية والمناخية الكبيرة التي يعاني منها العالم. يسعى الاتحاد الإفريقي عن طريق ما يسمى بالاندماج والتكامل الاقتصادي أيضا، سواء تعلق الأمر بمنطقة التجارة الحرة في إفريقيا، أو سواء تعلق الأمر بتوحيد منظومة السوق النقلي الجوي في إفريقيا، أو فتح أسواق جديدة أمام هذا الاندماج الاقتصادي الذي يسعى الاتحاد الإفريقي كفيل بالقضاء على هذه الإشكاليات المتعددة والمتنوعة التي يعاني منها الاتحاد الإفريقي، والأفق واعدة بإذن الله. عودة إليكم جاكيت، كيف ترون أبرز المكتسبات التي حققها الاتحاد الإفريقي حتى الآن من منظوركم، وما الذي ستضيفه رئاسة موريتانيا لهذا الاتحاد أيضا؟ Ce qui concerne d'abord la présidence mauritanienne de l'Union africaine, je préfère commencer par ça. Nous avons pris la présidence en février dernier et je peux déjà vous citer deux réalisations majeures. Le 15 mars 2024, grâce à la présidence mauritanienne, nous avons pu déjà faire en sorte que les élections au niveau de la Commission de l'Union africaine qui auront lieu en 2025 puissent se réaliser, parce que avant notre présidence il y avait un réel blocage. Donc grâce à une fois de plus notre leadership, notre esprit de consensus, la Mauritanie est parvenue à régler ce point qui faisait blocage au sein de l'institution. Ça a été le premier progrès majeur réalisé par notre présidence en exercice. Et plus récemment, au mois de mai, j'y étais d'ailleurs à Nairobi, et nous parlons tout à l'heure des potentialités de l'Afrique. Nous avons pu, encore une fois, grâce à la présidence mauritanienne de l'Union africaine, adopter un plan d'action sur l'agriculture. Donc il y a eu un sommet extraordinaire sur les engrais et la fertilité des sols. Donc nous sommes parvenus à dégager un consensus au niveau continental, parce que tout simplement nous nous sommes rendus compte que
les crises vraiment qui n'ont pas eu lieu sur le continent africain ont des conséquences négatives sur le quotidien des populations africaines. Donc ces deux réalisations sont des réalisations qui ont été en tout cas obtenues au cours de la présidence en exercice de l'Union africaine. Plus généralement, je veux dire que le plus grand succès de l'Afrique, c'est d'avoir instauré une entité qui parle en son nom, qui parle au nom de l'Afrique. Il ne faut pas oublier que jusqu'à très récemment, l'Afrique partait unilatéralement. Chaque pays partait et parlait par sa voix. Mais aujourd'hui, nous avons un bloc Afrique au niveau des changements climatiques, au niveau de la défense de la paix. Nous avons un bloc et la voix de l'Afrique est écoutée. Donc aujourd'hui, ceci représente vraiment des succès phares du continent, parce que tout simplement le continent aujourd'hui essaie. Nous ne sommes pas parfaits. Il faut le dire qu'il nous manque encore, il faut encore beaucoup, il nous faut encore un chemin à accomplir. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, le continent parvient sur des questions stratégiques, au jour d'aujourd'hui, à parler d'une seule voix. Nous avons vu que lorsque le continent s'est rassemblé et s'est uni sur une voix, nous avons obtenu un siège au niveau du G20. Et par la grâce de Dieu, les premières réunions du G20 ont lieu avec la présidence en exercice de la Mauritanie. Nous avons la réforme du système financier international qui nous préoccupe, dont l'Afrique parle d'une seule voix. Nous avons la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais ce sont des défis qui ne peuvent pas être résolus en un jour ni en une année. Donc il faut du temps pour que cela se réalise. Mais je peux en tout cas vous confirmer une chose, c'est que l'instauration de la paix, de la sécurité dans beaucoup de régions africaines sont des succès phares, majeurs de l'Union africaine. Bon, il faut aussi comprendre que l'Union africaine a un système de décentralisation. Nous avons l'Union africaine, nous avons les communautés économiques régionales africaines, mm-hmm. nous avons les mécanismes régionaux. Donc toutes ces entités, quand elles ont un succès, donc c'est l'Union africaine qui le capitalise. خاصة إذا ما قامت كل منها بأدوارها في صح. من موقعها ومن مكانها. عودة إليكم، كيف ترى انشغالات القادة الأفارقة اليوم والشعوب الأفارقة، وهل تعتقدون أن أجندة 2063 لا زالت تتماشى مع هذه الانشغالات والتطلعات اليوم؟ شوف، الانشغالات أكبر انشغالات اليوم انشغالات تتعلق بالاستقرار، استقرار القارة، لأن الأزمات حاصلة للأسف الشديد في كثير من أنحاء القارة، في شرق إفريقيا، في غرب إفريقيا، في وسط إفريقيا، وفي شمال إفريقيا. ولأن لا تنمية ولا تقدم بدون استقرار وبدون السلم والأمن. هذه هي الانشغالات الكبيرة الموجودة اللي يعني لابد أن نعطيها أسبقية لحل هذه يعني المشاكل. والحمد لله الجهود مستمرة. ما هي الضمانات المتوفرة لضمان هذا الاستقرار؟ لابد يعني من تنسيق الجهود، ولابد من وساطات، ولابد من أن نقوم بجهود لتوقف التدخلات الخارجية. هو فيه مبدأ يعني من تأسيس الاتحاد الإفريقي، مبدأ حلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، solution africaine au problème africain. ولا بد يعني تكون في جهود إفريقية على مستوى القارة. ولو كانت تلك الجهود منسقة، والآن الحمد لله عندنا يعني رئيس الجمهورية ورئيس الدوري للاتحاد الإفريقي بالتنسيق مع رؤساء الدول في هذه المناطق اللي فيها هذه الأزمات،
وحتى بدعم الخارج، يعني دعم الأمم المتحدة. متحدة يعني منظمة، منظمتنا هي المنظمة، منظمة الأم. وحتى بدعم شركائنا اللي عندهم إرادة حقيقية لدعم جهودنا حتى خارج القارة. لكن لابد أن نقوم نحن قبل أي أحد آخر بتلك الجهود كأفارقة لحل مشاكل الإفريقية بأنفسنا، كما قاله الزميل قبلي. وإن شاء الله يعني ما في أي مشكلة ما تقدر تنحل، ما في الأزمات كلها ممكن تتحل، ممكن تعود متعقدة، ممكن تعود، ممكن تفاديها أيضا سابق. وكما قال الأخ، لابد من نقوم بجهود لنتفادى يعني خلق بعض المشاكل. يعني لو لاحظنا أن في مكان أو في منطقة تبدأ فيه المشاكل، لابد يعني نحاول إكان تلك المشاكل ما تتفاقم ونجبر لها حلول. يعني لابد من كما قلت يا سعادة السفير، ونحن عندنا المقدرة القدرة لحل هذه المشاكل. ولكن للأسف الشديد نلاحظ في تدخلات كثيرة خارجية اللي تجي تعقد مشاكلنا في على مستوى القارة. لكن الحمد لله شيئا فشيئا، وستكون هناك حلول إن شاء الله إفريقية للمشاكل الإفريقية. لكي جست أكمل ما قال أستاذ كان، parmi ces défis nous allons constater par exemple au niveau de la paix et de la sécurité il y a eu des réalisations faites par la CEDEAO, une entité de l'Union africaine. Au niveau du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, nous avons ce qu'on appelle l'architecture de la paix et de la sécurité, dans lequel se trouve le processus de Nouakchott, qui a été adopté ici en 2012, je ne me trompe pas, 16 mars 2012. Donc nous avons l'alerte précoce, nous avons la prévention, nous avons la résolution des conflits. Trouver des solutions africaines aux problèmes africains reviendrait à mettre en place ce que nos chefs d'État et de gouvernement ont décidé. Aujourd'hui, nous avons une initiative qui s'appelle « Faire taire les armes à l'horizon 2030 ». Donc, la résolution de ces conflits passe par ces mécanismes-là. C'est vrai, encore une fois, je vais me répéter, le processus est long. Le processus est long. Oui. Trouver une solution stable, pacifique, à des tensions, à des défis, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, nous allons y aller pas par pas. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, au cours de cette présidence en exercice, je ne peux pas entraver les processus en cours. Je sais que la Mauritanie a été consultée, a été saisie par des zones en conflit, et le pays essaye aujourd'hui, à sa manière, toujours dans le cadre consensuel, de trouver un résultat positif à ces crises-là. Donc, quand on a la présidence en exercice, il y a deux facteurs majeurs qu'il faut comprendre. C'est que nous parlons pour nous, mais nous parlons surtout pour l'Afrique et au nom de l'Afrique. Et nous avons une chance extraordinaire, c'est que notre présidence a été une présidence consensuelle. Consensuelle au niveau de notre région nord et consensuelle au niveau de tous les États africains. Donc au jour d'aujourd'hui, notre voix compte. Maintenant, c'est vrai, le temps nous est limité. Nous avons juste une année pour parvenir à cet objectif-là, mais nous y allons pas par pas. Et encore une fois, je vais revenir sur l'agenda 2063. Tout à l'heure, on l'a évoqué très, très brièvement. Nous avons eu l'occasion l'année dernière de faire un premier bilan en 2023 à Kigali sur le premier plan décennal 2013-2023 de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous sommes rendus compte que cet agenda a été bien mené, mais à moitié, à 50-48%, et avec quelques disparités au sein des régions. Vous allez trouver qu'au niveau de la région nord, de la région sud, il y a une grande disparité par rapport entre la région ouest et la région est, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons en place ce deuxième plan décennal 2024-2034 qui nous permettra
de faire le bilan de 20 années. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agenda 2063 est un agenda continental, mais qui doit être inclus au niveau national. Parce que c'est un agenda continental, mais chaque État doit tirer cet agenda vers son propre programme. Et c'est comme ça, maintenant, que nous allons arriver à des résultats satisfaisants. Inch'Allah, d'accord, maintenant. عودة إليكم، كيف ترى، ألا تعتقدون أن مستوى الشراكات في مجالات التجارة والاقتصاد والأمن هي السبيل الأمثل لضمان التكامل المطلوب والمستقبل الواعد، سيما بوجود مستقبل مشترك؟ طبعا الشراكات البينية أو التعاون البيني هو السبيل الأساسي لتحقيق إفريقيا القوية، لأن كلما زاد التبادل والشراكة البينية داخل الدول الإفريقية داخل الأسواق الإفريقية كلما زاد ذلك من القوة الاقتصادية الإفريقية، واستطاعت إفريقيا أن تخلق مناطق تبادل تعود بالنفع على الجميع، وبالتالي نستفيد من خيراتنا المعدنية ونوظف مواردنا البشرية ونخلق رأس المال الضروري من أجل التشغيل ومن أجل خلق الثروة التي تضمن التنمية المستدامة والاستقرار والمستقبل، بالإضافة إلى أيضا إنشاء الحوكمة، لأن الحوكمة السليمة هي السبيل الوحيد لبناء التنمية، وبالتالي العناية بمحاربة الفساد والعناية بتوجيه الموارد المالية والاقتصادية إلى التنمية الحقيقية التي تستطيع من خلالها الدول الإفريقية أن تخلق ظروفاً مناسبة لتقلع بإفريقيا وإلى توحيد الجهود من أجل قارة اقتصادية، قارة إفريقية قوية اقتصاديا. وبالتالي كما قلت فإن وكما أشار فخامة رئيس الجمهورية اليوم في خطابه في مناسبة 25 مايو ركز على العناية بالشباب وبالكفاءات والطاقات الشابة، وبين على أننا نمتلك خيرات كثيرة ونمتلك طاقات، سواء كانت هذه الطاقات موارد بشرية ممثلة في الشباب والعناية بالشباب والعناية بالتنمية الاجتماعية، وأيضا محاولة الرجوع إلى الانتفاع من هذه الخيرات، وذلك لن يتم إلا عن طريق شراكة قوية وتبادل تجاري قوي، وبالتالي انتعاش الأسواق البينية والتبادل التجاري والاقتصادي وإلى آخر ذلك، ومن خلاله نستطيع أن نستفيد من خيراتنا ونستطيع أن نأخذ مكانتنا الاقتصادية وأن نحارب ونواجه الفقر والأزمات التي في الحقيقة من أهم التحديات المطروحة اليوم في القارة الإفريقية. عودة إليكم، هل تعتقدون أن هذه الثروات المتنوعة والكثيرة وهذه الاستخراجات أيضا والاكتشافات في القارة يمكن أن تستغلها القارة، أن تستخرجها وأيضا حمايتها بعد ذلك وتحويلها من الخام إلى صناعات تحويلية بما يضمن التكامل الذي تسعى إليه الاتحاد الإفريقي منذ تأسيسه لليوم؟ شكرا. أود تكملة لما أشار إليه معالي الوزير وسعادة السفير ما يتعلق بالشراكات، أشير أن الاتحاد الإفريقي لديه شراكات ليس فقط على المستوى الثنائي وإنما شراكات متعددة على المستوى المتعدد الأطراف. هناك عندنا شراكات إفريقيا والعالم العربي، إفريقيا وتركيا، إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، إفريقيا والاتحاد الأوروبي، إفريقيا واليابان، إفريقيا والصين وغيرها من المستويات. كل هذه المستويات متعددة على المستوى المتعدد الأطراف. أيضا
يخلق شراكات اقتصادية هامة للاتحاد الإفريقي، ويتعامل الاتحاد الإفريقي في هذا الإطار بندية وبفاعلية وباستفادة، استفادة الطرفين، غانيا غانيا، كل يربح يعني. وهذا هذا شارلو فخانت رئيس الجمهورية من أجل إصلاح المنظومة المالية العالمية، إصلاح منظومة حتى التعاون والشراكات، لأنه في الحقيقة لم تعد فقط إفريقيا قارة متلقية للمساعدات والمعونات، وإنما أصبحت إفريقيا فاعلة تعي مكانها ومكانتها، تعي أيضا مقدراتها الاقتصادية. بالتالي فالشركاء الأجانب من أجل، وهناك بصدد سعادة السفير أدرام مني بذلك، بصدد تقييم هذه الشركات، مدى الاستفادة من هذه الشركات، ما الذي تحقق من هذه الشركات، لأنه ليس فقط عقد اجتماعات ومؤتمرات هذا هو الأهم، وإنما الأهم هو البداية الحقيقية. من أيضا حسن الحظ أن رئاسة بلاد الاتحاد الأفريقي في هذه السنة تحضر بعض هذه الشراكات، لعل أهمها قمة المجموعة 20، وكذلك مع الصين، وكذلك مع كوريا الجنوبية، الشركات الإفريقية الكورية الجنوبية. هذه مجموعة من الشركات المتعددة. عودة إلى سؤالك فيما يتعلق بالمقدرات الإفريقية القوية التي تمتلكها، إفريقيا كما أشرنا تمتلك مقدرات اقتصادية هائلة على المستوى الاقتصادي، على مستوى المعادن، على مستوى الطاقات المتجددة وهي الأهم. وفي هذا الإطار أيضا يمكن للرئاسة الموريتانية أن تسعى إلى تكريس رؤية فخامة رئيس الجمهورية للهيدروجين الأخضر، للطاقات المتجددة والطاقة الخضراء، لأنه هذه أيضا لها مستقبل واعد في إفريقيا. لم تعد فقط الموارد البشرية التقليدية أو الآليات التقليدية مثل المعادن التقليدية وغيره، وإنما أصبحت الطاقات المتجددة والطاقات الخضراء هي مستقبل العالم. بإفريقيا بهذا المنطلق تمتلك إمكانات هائلة على مستوى طاقة الرياح، ومستوى الطاقة الهوائية، ومستوى الطاقة الشمسية، الطاقات النظيفة والمتجددة، وكذلك الهيدروجين الأخضر. يمكن لها بالاعتماد على نفسها بتعزيز الشراكات، بالتكامل الاقتصادي البيني بين هذه الدول، لأنه أيضا لا ننسى أنه القارة الإفريقية هي عبارة عن مجموعة من الدول. هذه الدول كل دولة على المستوى الوطني، كل دولة على المستوى الوطني تمتلك إمكانيات هائلة. هناك دول نفطية، هناك دول معادن، هناك دول غازية، هناك دول تمتلك شواطئ قوية وغنية بالمستخرج، هناك دول تمتلك ثروة حيوانية كبيرة، وهناك هذا التكامل في كل هذه المجالات اقتصاديا يخلق مكان القارة الإفريقية، يعزز منظومة التكامل البيني على مستوى القارة الإفريقية، وستعززه بلا شك منظومة التبادل الحر في إفريقيا اللي هي منطقة التجارة الحرة، وكذلك توحيد سوق النقل الجوي في إفريقيا. وعندما أيضا يكون هناك ما يسمى بسوق إفريقيا موحدة، ولما لا عملة إفريقية موحدة، ولما لا أيضا حرية المرور داخل كل القارة الإفريقية بجواز إفريقي واحد، وأسوة بالاتحاد الإفريقي وغيره، فضاء إفريقي كما في فضاء شنغن الاتحاد الأوروبي. كل هذه الآليات، كل هذه السياسات تهدف إلى اندماج اقتصادي حقيقي إفريقي. ولعل بعض المؤسسين حتى الاتحاد الإفريقي سعوا كثيرا، لأنه يجب أن نسميه نصل إلى مرحلة حكومة إفريقية واحدة، يعني انسجام كامل ومتكامل ووحدة متكاملة للاتحاد الإفريقي من أجل القضاء على هذه التحديات. لما أشار سعد سفير، هذه التحديات لا يمكن القضاء عليها الدولة تقضي عليها بمفردها، وإنما هناك ضرورة التكامل، ضرورة الانسجام، ضرورة تعزيز القدرات المشتركة، وضرورة أيضا الإيمان بهذه القدرات. وفي هذا الإطار فإن بلادنا من خلال رئاسته الاتحاد الإفريقي ستسعى في هذه السنة إلى وضع هذه الأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، كذلك خطابي فخامة رئيس الجمهورية، سواء تعلق بخطاب 17 فبراير 2024 أو خطاب 25 مايو 2024، أطرى لهذه السياسة، أطرى لهذه ما يمكن أن نسميه برنامج عمل الرئاسة الموريتانية للاتحاد الإفريقي، التي تعتمد على محاور أساسية أشير إليها بعجالة: السلم والأمن، التعليم والشباب، حضور إفريقيا على الصعيد العالمي، تعزيز دور المرأة والتنمية المستدامة والتغير المناخي، وتعزيز مكان المرأة والشباب في هذه القارة. كل هذه المخرجات، وكذلك القضاء على البؤر التوتر، ستبذل موريتانيا خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي جهودا كبيرة وهامة من أجل حل حالة هذه القضايا، من أجل حل بعض القضايا الإفريقية، ولا يمكن أن نستبق ما سيتم رغم أن الفترة الزمنية سنة واحدة، لذلك ولكن أيضا الأفق واعدة بتحقيق اختراق نوعي في هذه القضايا كلها. جميل. عودة إليكم، ببصفكم مديرا للاتحاد الإفريقي، حدثنا عن مستوى الشراكات والاستفادة على المستوى البيني ومتعدد الأطراف. هل يمكن مستوى الشراكات مستوى الشراكات هذا العام
Nous avons énorme, beaucoup de partenariats, mm-hmm. d'énormes partenariats. Mm-hmm. L'ambassadeur Adnan en a évoqué. D'ailleurs, dans une semaine, mm-hmm. nous allons vers le premier sommet, d'ailleurs, Corée-Afrique, qui va mm-hmm. se dérouler le 4 juin 2024. Et pour la première fois, d'ailleurs, ce sommet sera co-présidé par notre président de la République, invité d'honneur de cette rencontre avec son homologue sud-coréen. Nous avons auparavant assisté, et toujours en tant qu'invité spécial, à la réunion du G7, mm-hmm. présidée par l'Italie. Mm-hmm. Donc nous pouvons répertorier une quinzaine ou une vingtaine de forums auxquels l'Union africaine participe. Mm-hmm. Maintenant, ce qu'il y a lieu de savoir, est-ce qu'on en tire bénéfice? Qu'est-ce qu'on en tire comme profit? Après la Corée, nous allons nous acheminer vers la TICAD. Donc, tous ces partenariats, il faut que l'Afrique, au niveau continental, l'Union africaine, notre organisation mère, essaie de définir des objectifs stratégiques. Parce qu'aujourd'hui, nous en avons parlé tout à l'heure, ce n'est pas les ressources naturelles qui nous manquent, mais qu'est-ce qu'il nous faut? C'est la transformation. Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est un transfert de technologies. D'où d'ailleurs le thème de l'éducation aujourd'hui. Comment est-ce que nous allons transformer? Comment est-ce que nous allons bénéficier de ce transfert de technologies? Il faut déjà une population qui soit éduquée. C'est ça la base. Quand nous avons des enfants qui sont éduqués, qui vont à l'université, qui ont la capacité aujourd'hui, demain, et peut cette population-là transformer nos ressources naturelles. Sinon, ces ressources sortent de manière brute, bénéficient malheureusement à ces mêmes partenaires, parce que si vous voyez que tous ces pays cherchent un partenariat avec l'Afrique, c'est qu'il y a quelque chose à tirer. Sinon, ce ne serait pas dirigé vers nous. Donc il faut que nous aussi, et heureusement d'ailleurs, que nous en avons pris conscience, donc au niveau de chaque partenariat, l'Afrique aujourd'hui entend parler d'une voix, et ça je le répète, l'Afrique parle d'une voix pour tirer les meilleurs. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de temps. Bon, nous sommes pressés en tant qu'humains, mais c'est une question de temps. Parce que ces pays qui sont aujourd'hui développés ne l'ont pas été en un jour. Donc ils sont passés par ces étapes intermédiaires-là. Donc nous aussi, nous sommes à cette étape intermédiaire. Nous allons tirer profit de ce partenariat pour que demain, ce que nous allons engranger comme bénéfice puisse profiter d'abord à nos populations africaines. Et il y a un aspect qu'on oublie et qu'on ne cite pas très souvent. Le transfert de la diaspora, mm-hmm. quand on voit aux pays africains, est supérieur à l'aide au développement. Le déplacement intra-africain est plus vaste que les images qu'on nous montre pour aller en Occident. Mais on n'en parle pas, malheureusement. Et sur ces points que nous devons nous focaliser pour nous dire tout simplement que l'Afrique a ses potentialités. L'Afrique a des ressources naturelles, certes, mais l'Afrique a aussi la possibilité d'avoir des ressources humaines qui, demain, qui vont développer, qui vont favoriser le développement du continent. Comment vous avez كيف ترى مستقبل الاتحاد الافريقي انطلاقا من هذا الواقع الذي تحدثت عنه؟ Bon, on va dire que je suis peut-être un rêveur. Et moi, je pense que l'Union africaine a de très très beaux jours devant elle, parce que tout simplement, c'est une entité qui nous représente. Elle va évoluer. Aujourd'hui, elle est certes jeune, demain, elle va mûrir, elle va corriger ses défis, ses défauts. La référence au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être l'Union européenne, mais l'Union européenne a énormément d'obstacles. On sait comment se trouve l'état dans lequel se trouve l'Union européenne, avec des difficultés, avec l'ajout de nouveaux pays. Mais au jour d'aujourd'hui, tous les pays... Mais maintenant, l'Union, nous sommes dans l'Union africaine, nous sommes dans l'Union africaine. Nous avons les mêmes problèmes, les mêmes défis. Nous espérons avec le même tomoh. Donc au jour d'aujourd'hui, il nous faut juste un peu plus de solidarité
un peu plus de solidarité, une solidarité africaine, pour que nous puissions aller de l'avant. Donc, moi, je pense que l'Union africaine, au jour d'aujourd'hui, comme elle est, avec un peu plus de valeur ajoutée, est une organisation qui a de très beaux jours devant elle. إلى أين يسير الاتحاد الإفريقي انطلاقاً من هذه المعطيات من منظوركم؟ إن شاء الله الاتحاد الإفريقي منظمة إن شاء الله ستتعزز وتصبح أقوى وأقوى، لكن بشرط مهم جداً، لا بد من تكون هناك على مستوى الدول الإفريقية حكامة رشيدة وجيدة، ونتخلى عن هذه المشاكل يعني اللي تتعلق ب يعني سوء تسيير مواردنا، ونتخلى عن يعني القيادات التي لا تهتم كثيرا بحياة المواطنين وتهتم بنفسها. لا بد من هذه، هذا هو الشرط الأساسي، أن نكون جديين في تسيير مواردنا البشرية، في تسيير مواردنا البشرية، وفي تسيير شؤوننا السياسية. تكون هناك يعني حكامة على جميع المستويات. لو قمنا بهذه الجهود إن شاء الله سنتقدم يوما بعد يوم، وستتعزز هذه المنظمة تمشي إلى الأمام، لأن إفريقيا كما يقال يعني قارة ذاتية وقارة المستقبل. كل شيء عندنا على عجال، لكن لا بد من تسيير يكون يعني منصف وجيد ورشيد، لكي نتقدم إلى الأمام يعني إن شاء الله بصورة أحسن من الوضع الحالي في على مستوى قارتنا. جميل. كيف ترى مستوى التضامن والوحدة على مستوى الاتحاد اليوم؟ أظن أن مستوى التضامن يسير في الاتجاه الصحيح، ولا شك أنه يوم بعد يوم كل الدول الإفريقية تدرك أن التضامن هو السبيل الوحيد لحماية القارة الإفريقية وحتى حماية الدول على فرادى، لأن التضامن والوحدة هي أساس القوة، والقوة الجماعية هي التي من خلالها يمكن لإفريقيا أن تدافع وتواجه عن مصالحها وعن مكانتها وتحمي شعوبها من الكثير من الاستغلال خيراتها، ومن أيضا تهميشها حتى على المستوى الدولي وعلى المستوى التعاون في مجالات عديدة. وفي هذا الإطار لا بد أن يدرك الأفارقة جيدا بأن كل ما يطرح اليوم من مشاكل وتحديات وكل ما نعانيه اليوم يتطلب أن نعود لأنفسنا وأن نقف وقفة تأمل ومراجعة لمراجعة مسيرتنا التنموية ومسيرة بلداننا جمعاء، من أجل تقييم جيد وبالتالي انطلاقة نحو مستقبل واعد، والتركيز على العناية بشبابنا وبالتنمية الاقتصادية المندمجة واستغلال التجارب الموجودة لدينا أيضا بذلك. طبعا هناك تراكم من التجارب، وهناك تراكم من المسار الذي رسمه المؤسسون، وعلينا أن نسير بالاتجاه الصحيح وأن نقيم المرحلة أو المراحل التي قطعنا من أجل تصور مستقبل واعد لإفريقيا قوية وحاضرة على المستوى الدولي. كيف ترى مستوى الجاهزية وأيضا القدرة على رفع كل هذه التحديات على مستوى الاتحاد الإفريقي؟ هو كما أشرت سابقا وأشار الإخوة والزملاء،
أنه هذه التحديات كثيرة ومتنوعة، والقادة الأفارقة والاتحاد الإفريقي يعين هذه التحديات كثيرة على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على مستوى الأمن، على مستوى الحكام الرشيد، على كل هذه المستويات. ولكن أيضا هناك عمل، هناك إرادة حقيقية للإصلاح، هناك إرادة جدية نحو التغلب على هذه العوائق. وبوجود هذه الإرادة، وبوجود جندة الاتحاد الإفريقي 2063، بوجود هذه الخطط، هذه الاستراتيجيات في مختلف هذه المجالات، نحن بعون الله قادرون على تجاوز هذه التحديات رغم ما يحيط بها من شكوك، قادرون على صناعة المستقبل، المستقبل للقارة بعمل الفريق وبالتكامل. بعمل الفريق وبالتكامل والمستقبل. عدنان سالم الشيباني السفير مدير الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات. كما أشكر بسم الله عليها أحمد صالح وزير سابق وعضو المكتب التنفيذي لنادي نواكشوط الدبلوماسي على كل هذه المعلومات. الشكر أيضا موصول لكم محمد مصطفى جاكيتي السفير مدير الاتحاد الإفريقي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانيين في الخارج على كل هذه المعلومات، مع أنكم تعرفون العربية جيدا. وأيضا الشكر كذلك لمحمود كان موظف دولي سابق وعضو المكتب التنفيذي لنادي نواكشوط الدبلوماسي، شكرا جزيلا لكم. شكرا موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. أترككم على أمر اللقاء بكم في حلقة قادمة. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.